يومان من تصعيد المحتجم بين القوات الأمنية والمحتجين في ذي قار بعد محاولتهم اقتحام ديوان المحافظة، مجاميع لم يتم التعرف عليها حتى الآن، فيما أعلن متظاهرو الناصرية براءتهم من هذه التصرفات والأعمال التي تؤدي إلى التخريب وتأزيم الوضع الأمني بحسب تعبيرهم. قرينا بيان وطينا خطوات راح نمشي بيها يوم 25/10. ما يحصل في محافظة ذي قار هو صراع سياسي بريئة من عدها تشرين أو بريئة من عدها ساحة الحبوبي، هاي صراع أما على منصب محافظ ذي قار أو أما على قيادة الشرطة ذي قار. ما حدث يوم أمس هو العاطلين عن العمل يتظاهرون أكثر من 5 أشهر، ومنهم العقود الذمم المالية أو الرواتب التي لم تصرف لأكثر من 5 أشهر، والعاطلين عن العمل والجرحى الذين لم يحصلوا على قطع أراضي. هناك جهات سياسية استغلت هذا الموقف وطرقت على وتر حساس وهو تغيير المحافظ والاستحواذ على المشاريع المخصصة إلى صندوق إعمار ذي قار. الحكومة المحلية في ذي قار تحدثت عن ما جرى هذه الأيام وإنها لم تتعرف على هذه المجاميع، مع إنها متواصلة مع ساحات التظاهر في المحافظة والذين أكدوا أنهم بعيدون عن ما يجري الآن في المدينة. الأحداث المتسارعة التي تحدث في المحافظة اليومين أو الليلتين السابقتين حقيقة ما نعرف يعني شنو اللي يعني المحرك له، لأنه أغلب شبابنا يعني ما يمتون صلة لهذا الموضوع ولا حتى يعني يعرفون الشباب الجاي تطلع، لا تعرفون يعني أثناء الليل وملثمين أكيد ما حد يعرفهم. فإحنا حقيقة كحكومة إحنا ندعو للتهدئة، ندعو للحفاظ على الممتلكات العامة وكذلك الحفاظ على القوات الأمنية، لأنه حق القوات الأمنية جاي تتأثر بهذا الموضوع وهم هم ولدنا يعني مو بعيدين عن مجتمعنا. لذلك احنا ندعو الشباب الى التهدئة وكذلك الجنوح الى المطالب السلمية. ناشطون قالوا انه صراع بين الاحزاب ان يسيطر على منصب كبير داخل المحافظة. دعوات للتهدئة بعد التوترات الأمنية التي شهدتها محافظة ذي قار منذ يومين بسبب التصادم ما بين القوات الأمنية والمحتجين. لقناة التغيير الفضائية سلام السرهيد ذي قار.